وروا ما بيبغوا اللي كرهوا، نشجعوا السياحة. ايوي ما عندي مان، كاين اقبال الحمد لله. هادشي ملي كنشوف هادشي انا كنفرح والله. لي جون كنجيبوهم يشوفوا لو باتريمون ديال بلادهم. هادو الاطفال ديال المخيمات، وكنظن هادو ديال القوات المساعده، ياك القوات المساعده هذيك. هادي خديت معلومات على هادو كولوني دو فاكونس ديال القوات المسلحه الملكيه، وهما في الحقيقه يسون ريزيدون دابا في افران، وكيجيو يزوروا المناطق المجاوره. ودابا جاوا لمدينه مكناس، وسولتو ايضا واش معاهم قيد اللي غيشرح لهم يعطيهم الشروحات الكافيه حول هذا المكان، وقال لي اياه. قال له صافي بليزير. هذا الموضع شنو مسميه؟ هذا الموضع شنو مسميه؟ ساريج سواني. شنو كانوا كيديروا فيه من قبل؟ ما عرفتش. ما عرفتيش؟ كتقرا في المدرسه؟ لا، انا غادي نقول لك شنو كان كي هذا صوبوا واحد الملك. شكون هو؟ مولاي اسمع. مولاي اسماعيل. انت مكناسيه؟ ايوا. خصك تعرف شويه التاريخ ديال وهذا الموضع. هذا شنو مسمي هنايا؟ هذا مسمي هذا سهريج سواني، وهذا مسمي هري سواني. صافي. شنو الفرق بيناتهم؟ واحد هري واحد سهريج. سهريج كنجمعوا فيه الماء، وهذا هري كنخبعوا فيه بحال الخزين. في عهد مولاي اسماعيل كان كي هنا كان عنده الخيل، كان عنده زراع، كيخبع زراع. و سول الاستاذ ديالكم في المدرسه، قول له استاذ راه واحد السيد قال لنا كذا كذا، واش بصح ولا لا؟ وهاد الدراري هادو واخا كاينه البلاكاد ممنوع السباحه كيعوموا، من حقه ولا لا؟ ما خصوش يعوم. علاش؟ غادي يغرق. وهنا ما كاينش اللي كيحضيهم، وراه بزاف اللي غرقوا. اذا قولوها لخوتكم، قول لهم هنا راه ممنوع السباحه. متفقين؟ يلا المكنسيات بسلامه.